هذه خطوة كبيرة في الواقع. حتما هذا الميناء أو هذا التصنيع الذي سيتم عبر بحر عمان إلى بحر العرب وإلى الدول المختلفة هو انطلاقة كبيرة لتفادي التهديدات القائمة. منطقة الدقم ليست فقط هتستخدم لتصدير النفط من قبل المملكة العربية السعودية، إنما هنالك استثمارات عديدة سعودية ستنشأ في هذه المنطقة. هذه المنطقة تتجاوز كثير من المخاطرة، تتجاوز كثير من التهديدات، وبالتالي هي منطقة آمنة يستفيد منها الشعب العماني والشعب السعودي على السواء. اجتماعات تحالف أوبك بلس أثبتت فعاليتها. هي أنشأت في نهاية 2017 لكن لم تبدأ فعليا إلا بعد منتصف 2018، واستمرت تؤدي هذا الدور الكبير الذي أدته في تحقيق التوازن لأسواق النفط. لاحظنا أن في الماضي تعود بعض المنتجين أن يكونوا ركاب مجانيين، بمعنى آخر لا يلتزموا بحصصهم ويرمون العبء على الأعضاء الآخرين. هذا في ظل قيادة المملكة العربية السعودية وبتعاون سلطنة عمان وبقية دول تحالف أوبك بلس تم إلغاء هذا الأمر، والآن الكل متعاون، ولذلك من هنا نشأت فعالية تحالف أوبك بلس في تحقيق هذا التوازن.